أصوات مباشرة من عروسة الشمال مدينة طنجة. بأن هذا البرنامج ممكن تعيدوا الاستماع له عبر البودكاست وبوابة راديو أصوات، أو ممكن تعيدوا الاستماع والمشاهدة دياله من خلال الفيديو اللي غتلقاوه على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. السيد هامي الغرفي، شكرا لك. شكرا سناء. أنا كنت كنتسأل واش ما بقاش طنجة ما فيها مرجع للدار البيضاء. هذه المنطقة هذه تاهي كما كل الإخوان اللي كتوصلها ما كتبغيش تعاود ترجع.